باشا 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 ارحموا عزيزة قوم انزل. مش فاهم، وانا بعذبك يعني ولا ايه؟ والنبي اي حاجة غير بيها ريق. خد لك لبنتين بالنعناع هيشيصوا لك بقك على الاخر. ماشي ابلة اي حاجة. حاسس ان انا شفت الراجل ده قبل كده. شفته في اي حاجة؟ شفته فين؟ شفتش حد كده عاجبه نايم يبص لغيره واللي عنده سايب؟ معقول يا بابا مش عارف ده مين؟ انا بشبع عليه. ده سوبر هنيدي يا معلم. يا معلم حاجه ربنا يخليهم لك ويكبروا كده. قشطه جدا قشطه جدا. طب شهيات طب اوكا وارتيجا بقى يا كبير. اهدى اهدى يا بنت 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 يا امسك كويس يا صلعت، مش عايزين السجادة تقع، ما حلناش غيرها. ما تخافش يا عمو، انت عارف انا بحب السجادة دي قد ايه. ده انا بستنى اليوم اللي بننفضها فيه من السنة للسنة. طب يلا وصل لنا فيشة المضرب ده. وانت جايب المضرب الغريب ده من فين يا عمو؟ ده مضرب سجاد كهربا اخترعه لي عبدين عشان السنة اللي فاتت تنفيض السجادة جاب لي خلع في الكتف. اجمد يا عمو، دي الستات طول النهار بتنفض في البلكونات ومشوفناش واحدة كتفها اتخلع ولا حتى فقدت توازنها ووقعت من البلكونة. وهي الستات ليها زي يا صلعت؟ وصل الفيشة يا ابني وخلينا نخلص. وصل. شوف ولاد اللزنة اللي في مصر ويقول لك الفلاحين بيحرقوا قش الروس.